كتير من الناس بتتساءل وكتير من الجدل تم إثارته حول حالة سفر الطفل المحضون للخارج، وإن كتير من الأمهات الحاضنات عملت على تغيير اسم المحضون وسفره خارج البلاد دون علم الطرف الآخر. مشروع القانون الجديد الذي لم يقر بعد ولكنه بيتم مناقشته حالياً في البرلمان أو طرحه في البرلمان بيتضمن خطوط عريضة حول منع الطفل المحضون من السفر بمفرده أو برفقة الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين. فسؤالي هنا بقى، هل هيحسم مشروع القانون الجديد المسألة دي، ولا هتفضل مسألة خطف المحضون معانا مدى الحياة؟ سفر المحضون بموافقة غير الحاضن ده بند جديد سيتم إضافته، هل هو ده يأمن فكرة الهروب بالولاد؟ ما هو ما ينفعش إن أنا أطلع بالطفل من مكان الأب ده موجود فيه. حتى المملكة العربية السعودية بتطبق هذا البند أو هذا القانون، لأن النهاردة الأب ده عشان يشوف ولد ابنه أو ولاده، طب هيشوفهم إزاي لو الأم سافرت بالمحضون؟ ما نتكلم بالعقل والمنطق وبالقانون. أنا بشوف ولادي وبستضيف ولادي وباخد الولد خميس وجمعة، هخطفه ليه؟ هخطفه ليه؟ هتمنع منه ليه؟ هدخل في نفس جريمة ليه؟ عشان أنا بشوفه. طالما الدنيا كويسة وزي ما بيقولوا إيزي وماشية، أنا هخطف ابني لما أكون مش شايفه، مش قادر إن أنا أحتضن ابني. بيتم ترويج فكرة خاطئة تماماً إن الأبهات بتخطف أولادها كتير جداً وبيرجعوش، وده كلام كله مرسل، مفيش أي إحصائية بتقول الكلام ده. ولما بتيجي للقواضي اللي مرفوعة بتلاقي إن نسبة عدد الأبهات اللي واخدين رؤية لا تتخطى نسبة 0.5% منهم اللي قام بالمشكلة دي. والقانون الحالي أصلاً مش محتاج إن أنت تعدله، والقانون الحالي بيقول كده، الأب ده بيتحبس already. عايز أقول لحضرتك الأب اللي بيخطف ابنه في الرؤية بيتحبس. ده عايز أقول لحضرتك أنا لو شفت ابني في الشارع بالصدفة وحاولت ألمسه وأحضنه هيتعمل لي جنحة محاولة اختطاف.